السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ في الفترة الأخيرة انتشر مقطع منسوب لأحد الدعاة الذين ينسبون إلى العلم، إن بيقول أن التنزه من البول وفقه التنزه من البول أهم من الانشغال بمعرفة أمور فلسطين، والمسلم هيسأل في قبره عن التنزه من البول لكنه مش هيسأل عن معرفة أحوال فلسطين والانشغال بإخوانه في فلسطين. تعالوا نسمع كلامه عشان ده تعليق مهم على ليس بالضروري أن طالب العلم يحشر نفسه في كل صغيرة وكبيرة. يوم القيامة في القبر إذا ما تتنزح عن بولك تعذب، لكن إذا جهلت أمور فلسطين لن تعذب. وزي ما حضراتكم سمعتوا كده، التنزه من البول يسأل عنه العبد في القبر، لكن لا يسأل لو ما انشغلش بأحوال المسلمين، لو ما اهتمش بمعرفة أمور فلسطين. وأنا مش عارف أقول إيه. الشاعر المتنبي له بيت جميل يقول لك: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الكلام ده يدل على ضحالة فكر، وكأني أرى قول الله سبحانه وتعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، ينطبق على فضيلة الشيخ. الذين جعلوا القرآن عضين أي جعلوه أجزاء، فأخذوا منه جزءا وتركوا منه جزءا. إحنا عندنا في كتب الفقه أول كتاب الطهارة، وبرضه في كتب الفقه بندرس كتاب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكما أن التنزه من البول معصية يعاقب عليها العبد، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. يعني واحد فيهم ما كانش بيستتر وهو يتبول، أو كان لا يتنزع عند قضاء الحاجة، ما كانش بيغسل كويس. وفي ذات الوقت وردت الأحاديث تبين أن دم المسلم على المسلم حرام. قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم كلكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه؟ الصهاينة والعدو عاوز ايه اكتر من الكلام ده؟ الكلام ده انت بتخدم بيه عدو الأمة. مش محتاج المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي اكتر من الكلام ده يعرف بيه المسلمين ويقولوا للمسلمين علشان يخذلهم. ومن المعروف ان الجهاد نوعين: جهاد فرض عين وجهاد فرض كفاية. جهاد فرض عين ان العدو اذا ما داهم بقعة من ديار المسلمين وجب على جميع المسلمين ان يدافعوا ضد هذا العدو وأن يدفعوه حتى يسترد المسلمون هذه البقعة. فما بالك ومسجد، والمسجد الأقصى محتل، وانت تقول منشغلش منا، مناش دعوة؟ ازاي مناش دعوة؟ القرآن الكريم يبين أنه من أكبر الكبائر أن تولي يوم الزحف. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أمال الكلام اللي أنت بتقوله ده وبتخذل به المرابطين في فلسطين والذين يسدون ثغرا عظيما من ثغور الأمة، نقول على الكلام اللي أنت بتقوله ده إيه؟ أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. زي ما بقول لحضرتك كده، في كتب الفقه جيب أي كتاب في كتب الفقه على أي مذهب هتلاقي كتاب الطهارة، وفي نفس أبواب الفقه وكتب الفقه هتلاقي كتاب الجهاد وأحكام الجهاد، هتلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات ومنها التولي يوم الزحف. بكلامك ده في نوع من التولي، بكلامك ده انك بتخذل المسلمين وبتثبطهم بدل ما تدعي لهم، بدل ما تنصرهم. يا اخي اسكت، ما انتش قادر تدعي لهم. زي برضو ما بيقول: حزنش المسلمين بمشاهد القتل. لا، يعني المسلمين يتقتلوا كده وهم ساكتين. في قتلى في السودان وفي قتلى في اماكن اخرى من المسلمين، مش معنى بس بتوع غزة. يعني
كأن معنى كلامه إن كل واحد في حاله. ورد حديث وإن كان ضعيفا ولكن المعنى صحيح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. نعوذ بالله تعالى من الخذلان ومن كلام الأعداء على ألسنة العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يرد المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.